بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا أود أن أشكر الزميلة السياسية على اللقاء، على هذه الندوة بالذات على هذا اللقاء، وأتمنى أن يكون لقاء مثمرا وموفقا، لأن هذه فرصة مهمة لكي نتكلم عن المرأة، ولا نحتاج أن نتكلم عن المرأة بطريقة فلسفية. بسطت خطابي، مداخلتي، حاولت أن أبسطها جهد التبسيط، لأننا لكي نفهم، لكي نتفاعل ونفهم المشكل الذي تعيشه المرأة، وخاصة في هذه المنطقة العزيزة علينا، المنطقة الشرقية، لأن المسألة تاع المرأة في المنطقة الشرقية كانت كما كنقولوا أن طابو، ما كنهضروش عليها في السياسة. بسم الله الرحمن الرحيم، أعيد مرة أخرى. أولا نقدم راسي، لأنني أنا قلت للأستاذ بلبكر كان عليكم تديروا لنا حزب كذا، ونعرفوا نزهار رضا مستشارة الجماعة الحضرية لمدينة وجدة، أستاذة عضو في اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، نقابية، كاتبة منظمة المرأة الاستقلالية، عضوة المجلس الوطني وعضوة اللجنة المركزية لحزب الاستقلال. المشاركة في الحياة السياسية هي حق للمرأة والرجل، وبما أن المغرب بلد إسلامي فالإسلام هو مصدر للإلهام دون أن يكون في خلاف أو تنافر مع الديمقراطية. إن تطبيق الإسلام تطبيقا سليما لا يتنافى مع حقوق المرأة، فلقد أعطاها حريتها الكاملة، وأعطاها من الحقوق وكفلها من الواجبات ما أعطاه للرجل. والدليل هي الآية الكريمة التي وردت في القرآن الكريم، فبعد بسم الله الرحمن الرحيم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، صدق الله العظيم. وإذا طبق الإسلام بالنسبة للمرأة في القرن 21 سنجده يعطيها كل الإمكانيات لتكون إنسانا مساويا للرجل في العمل وفي السياسة وفي الأجهزة وفي كل شيء. إن إشراك المرأة في حزب استقلال هي ثقافة متجذرة في هذا الحزب العريق، كما أنه لأول مرة في تاريخ المغرب ولم لا في تاريخ العالم، فلقد شاركت المرأة في القانون الأساسي للحزب منذ 1960، بحيث لم يكن يقبل بأقل من امرأتين ضمن اللجنة التنفيذية للحزب. حين كانت نساء بعض الدول الأوروبية تناضل من أجل الحق في التصويت، وكانت آنذاك زهور الأزرق رحمها الله وفاطمة حصان أطال الله في عمرها. بالإضافة إلى أن المناضلات كن دائما حاضرات خلال التاريخ السياسي للحزب، كما أنه خلال توقيع وثيقة الاستقلال 11 يناير 1944 كانت امرأة وحيدة وهي مليكة الفاسي، التي كانت رمزا من رموز النضال النسائي المتعدد الأوجه في هذا الوطن الحبيب. ومن هذا المنطلق احتلت قضايا الأسرة والمرأة في الفكر الاستقلالي وفي برامج الحزب مكانة أساسية ومتميزة، لأن استقرار المجتمع وتقدمه رهين بمدى تمكين كافة مكونات المجتمع من القيام بالأدوار والمسؤوليات المنوطة بها، وفي مقدمتها الأسرة والمرأة باعتبارها عماد الأسرة، وأن كل بناء لا يستقيم عماده فهو إلى الانهيار كما قال المرحوم علي الكاسي. وتنظيم منظمة المرأة الاستقلالية تشتغل في كل أمور المجتمع، فوجود منظمة نسوية في الحزب لا تمس بمسألة المساواة، فهي هيئة نسوية تشتغل فقط بالمسائل المتعلقة بالنساء، وهي تقوم بعمل جبار سواء في صفوف الحزب أو في الدوائر الخاصة للمنظمة، وذلك بالفكر والتضامن والتوعية والتعبئة، وكذا بالتنسيق مع حركات وهيئات أخرى في المجال النسائي، فهي تشتغل بكل أمور المجتمع. وتتفق جميع دول العالم على أن مكانة المرأة على الصعيد المجتمع السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي ومشاركتها في صنع القرار تمثل مؤشراً على مستوى التنمية في أي مجتمع، فالمرأة أساسية في عملية التغيير الاجتماعي
والتنمية الشاملة الهادفة إلى بناء مجتمع ديمقراطي حر متوازن. والحركة النسائية المغربية قد خرجت من رحم الحركة الوطنية ذات المرجعية الإسلامية كحركة أخوات الصفا وحركة نساء حزب الاستقلال. أما المنظمات المغربية التي ظهرت ما بعد الاستقلال جعلت من حقوق الإنسان ومنها حقوق المرأة مسألة كونية غير قابلة للتجزيء، حيث سيظل التاريخ الاجتماعي للمغرب خاصة منذ بداية الثمانينات مطبوعا بالدور المتميز الذي لعبه النضال النسائي سواء على مستوى المطالب الخاصة أو مطلب المساواة وتكافؤ الفرص والإنصاف أو على مستوى انخراط النساء في النظام السياسي والنقاب العام، حيث تحققت للنساء العديد من المكتسبات الوازنة فإضافة إلى ما تحقق في مجال تمكين التمثيلية للنساء في الجماعات الحضرية والقروية لسنة 2009 والذي ألزم الأحزاب السياسية بتوسيع مجال مشاركة النساء في تحمل المسؤولية الجماعية، حيث قفز عدد المستشارات من 127 مستشار في استحقاقات 2003 إلى 3428 مستشارة في 2009. ولولا سياسة الكوطة وسأضع بين قوسين سياسة ضد نظام الكوطة لأن هذا النظام هو معادي للديمقراطية. نظام الكوطة هو نظام تقزيم للمرأة المغربية، هو بمثابة صدقة للمرأة. المرأة نجحت في عدة ميادين من دون فرض نظام الكوطة. وقد شرحت الأخت التي سبقتني الأخت فرجي وتحدثت جليا عن الكوطة، وأنا معها كذلك عندما قالت لو لم تكن سياسة أو نظام الكوطة لما تعززت تمثيلية المرأة داخل البرلمان المغربي. فللمرة الأولى في تاريخ المملكة يكون الصوت النسائي في البرلمان ممثلا 66 مقعد من أصل 395، حيث انتقل من 34 إلى 66 برلمانية، 6 فقط اللي كانوا على رأس اللوائح و60 كلها خطى. نتمنى أن تكون البرلمانيات قد استشعرن المهمة المطروحة على عاتقهن بغض النظر على الألوان السياسية التي تنتمي إليها كل واحدة، وذلك من خلال العمل على تمرير مجموعة من مشاريع القوانين التي تكسب المرأة المزيد من الحقوق والعديد من المكتسبات والعديد من المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية كانت بفضل الإرادة الملكية السامية التي دشنت لسياسات استباقية كانت الرافعة القوية لتحسين وضعية وصورة المرأة المغربية داخل وخارج البلد. كان دائما هو الحكم، فعندما نتكلم على مدونة الأسرة كان صاحب الجلالة هو الحكم. إعطاء الجنسية لأبناء المرأة المهاجرة كان الملك متواجدا وهو الحكم. إعطاء الكوطة للنساء للتمثيل في البرلمان كان هو الحكم كذلك، لأن الأحزاب السياسية تنقصها الشجاعة والجرأة الكافية لتقديم نساء. فرغم كل هذه الإنجازات لا يزال المسار طويلا أمام المرأة لتحقيق المساواة المتوخاة سواء داخل الأسرة أو في مجال العمل أو في الحقل السياسي، وذلك بتنزيل مقتضيات الدستور الجديد والذي يتضمن عدة خطوات ديمقراطية متقدمة لفائدة المرأة المغربية، وذلك بتكريس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحريات والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. يجب أن تطبق بالنسبة لجميع الولايات الانتخابية المقبلة سواء من المحلية أو الجهوية أو الوطنية. كما نطالب بتفعيل مبدأ المناصفة على مستوى المناصب والمسؤوليات العمومية والتأجيل بإحداث هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز. إن المفارقة الغريبة والتي من الصعب قبولها هي التراجع الكبير عن هذه المكتسبات التي جاءت بها الحكومات السابقة وغابت فجأة في التشكيلة الحكومية الجديدة، حيث جاءت بحقيبة وزارية وحيدة لامرأة واحدة خصت المجال الاجتماعي، وهو تراجع لا يشرف المرأة المغربية، حيث أجهد في العمق
سنوات سنوات حراك النساء. الحكومة السابقة والتي كان يقودها حزب الاستقلال شاركت فيها 7 وزيرات، وكنا يحملن حقائب وزارية مهمة شملت اختصاصات متنوعة فاقت كل التوقعات، كقطاع الصحة وقطاع الثقافة وقطاع الطاقة والمعادن وقطاع الشبيبة والرياضة وإلى آخره. حتى في التعيينات الأخيرة للولاة والعمال تفاجأنا حين عينت امرأة واحدة، علما أن هذه السيدة انتقلت من عملة إلى أخرى، 140 منصبا عاليا 16 فقط للمرأة. الأقل التشكيلة الحكومية الحالية ذكورية كان على الأقل ثلث في أفق المناصفة، 8 أو 9 وزيرات كان على الأقل لخصص الكل في الحكومة. هذا يعتبر انتكاسة حقيقية لأمال نساء المغرب وضربة قاتلة لمطالب الحركة النسائية، فالعالم من حولنا يسير إلى الأمام وليس العكس. نمثل أكثر من نصف المجتمع 54%، وحظنا في كل المناصب هو 12% فقط. التعديل الحكومي أصبح ضرورة، وهذا ما طرحه حزب الاستقلال في المذكرة التي رفعها إلى السيد رئيس الحكومة مطالبا بالتعديل الحكومي من أجل ضمان حضور نسوي مشرف في حكومة الكيران على الأقل 20%. لن يفوتني هذا اللقاء دون أن أتكلم على تجربتي كمستشارة بالجماعة الحضرية لوجدة، لعلها تفيد بعض الأخوات أو تشجع أخريات من أجل الترشح وخوض غمار هذه التجربة، لأن الجماعة المحلية هي مدرسة للتأطير السياسي. فرغم إكراهات الحياة داخل أسرتي وخارج البيت حيث أشتغل كأستاذة، إلا أنني توفقت لحد الآن والحمد لله. هو عمل شاق ومضمن، مشاكل المواطنين لا تنتهي، الهاتف يرن في كل وقت ليلا ونهارا، هذه هي المسؤولية، تكليف وليس بتشريف. والمرأة عندما تطالب بالحقوق فمن أجل أن تقوم بالواجبات المفروضة عليها، فالمطالبة بالحقوق إن هي إلا وسيلة لأداء الواجبات. والمدينة في السياسة هي فضاء مشترك بين المرأة والرجل فقط. الفرق بين المرأة والرجل في تدبير الشأن المحلي نابع من كون المرأة حماسية أكثر وتتمتع بأخلاق عالية، فهي أم تخشى على أبنائها وتخاف، وفي هذا الخوف شجاعة كبيرة، وهذا ما يميز المرأة المغربية، فهي زعيمة كبيرة. المرأة مستمعة جيدة، وهو ما يحتاجه المواطن اليوم، فهو في حاجة لمن يستمع لهمومه ومشاكله ويساعده في حلها. المرأة المغربية هي التي ستغير السياسة، فلا بد من القضاء على المعتقدات والتقاليد البالية التي تقف في وجه طموحها ورغبتها في التحرر الفكري والاجتماعي والاقتصادي والسياسي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.